بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا على رحله الالكترونيات العمليه بعد وقوفها بسبب كورس الالكترونيات من مبادئ للتصميم. ده مش معناه ان الكورس برضه هيتوقف بسبب الرحله، ولكن ان شاء الله كورس الالكترونيات هيكون بالتوازي مع رحله الالكترونيات العمليه في الفتره الجايه. فكركم رحله الالكترونيات العمليه كانت بتتناول موضوعات مختلفه زي مثلا الباور الكترونكس او الالكترونيات القوه زي الموسفيت، البي جي تي، الاي جي بي تي، السايرستور، الترياك. كل ده اتكلمنا فيه قبل كده، وهتلاقي فيه لينك في الاسفل في كل المحتويات دي او البلاي ليست اللي موجود على اليوتيوب. بعد كده اتكلمنا على السيركت ديزاين او تصميم دوائر باستخدام التي ال 494 ككنترول سيركت، بيستخدم البي دبليو ام او الباتس ويكس موديوليشن. استخدمناه في دوائر زي الباك كونفرتر والبوست كونفرتر والباك بوست كونفرتر، او بمعنى تاني محاولات قدرة بتحول مستوى الفولت الدي سي من مستوى اعلى لمستوى اقل، او من مستوى اقل لمستوى اعلى، او على العكس ما بين المحولين في دايرة واحدة. بعد كده هنتكلم على الاي سي تو اي سي كونفرتر، او محولات القدرة الكهربية اللي بتحول من جهد اي سي الى جهد اخر اي سي. ده مش معناه ان هنتغاضى عن التيار والفريكوانسي، ولكن الاي سي تو اي سي كونفرتر معناها ان انا عندي اي سي اغذي بيه الدايره بتاعتي، والدايره دي هي اللي احنا هنتكلم عليها في الفتره الجايه اللي هي الكونفرتر. والكونفرتر ده هيكون الخارج بتاعه نقدر نوصفه او هو عباره عن موجه فولت، موجه تيار، ولان احنا بنتعامل مع اي سي فاكيد في عندنا فريكوانسي. الاي سي تو اي سي كونفرتر ليها نوعين. نوع الاولاني اللي احنا بنسميه الفولتج كونفرتر او الاي سي اي سي فولتج كونفرتر، ده النوع الاولاني من محولات القدره اللي بتحول من اي سي الى اي سي، وده بيغير في الفولت والتيار. التيار عندي بيتغير سواء بقلل المستوى من مستوى اعلى لمستوى اقل او العكس، نفس الكلام في الفولت بقدر اتحكم فيه. لكن في الفريكوانسي في المحولات دي بيكون عندي ثابت ما بيتغيرش. تاني نوع من المحولات بنسميه الاي سي اي سي فريكوانسي كونفرتر، وده من اسمه بنقدر نتحكم في الفولت، ونقدر نتحكم في التيار، ونقدر نتحكم في الفريكوانسي. في نقطة برضو احنا ما بنتكلمش فيها بشكل مباشر، وهي تغيير او التحكم في التيار. التيار عبارة عن متغير ديبندنت، او بيعتمد على حاجات تانية. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد عندي على اللود، وبيعتمد عندي على الفولت، بحيث ان انا ما اقدرش اقول ان الدايره اللي قدامي دي او الحمل ده همده ب 5 امبير او 6 امبير زي ما انا عايز. لا، لازم يكون الحمل هو محتاج التيار ده اولا، ثانيا الدايره تقدر تعمل سبلاي او تمد الحمل ده او الدايره دي بالتيار المناسب. دي انواع الكونفرترز اللي ان شاء الله هنتكلم عليها بعد كده، وهنبدا بالاي سي تو اي سي كونفرتر في الحلقه الجايه او الفيديو الجاي ان شاء الله.